شو باش نقول؟ عندي ولاد، عندي ولاد حارق، انا عنده 15 سنه ما راوح عليش. 15 سنه؟ اي تقول 16 مش 15. ها وكيفاش حرق وكيفاش تخليه انت؟ حرق مع الاولاد والشد، وانت قال وقت الزين حرق. قال لك خلنا نحرق تو خير ما جاي الشاي اكثر من الزين والله. وعندك شي اخبار وشنو؟ عرس بوليدات ولاباس، ما ظروف على قد. مره يخدموا مره يشد الحاكم مره يسيب مره. ها؟ اي ما جاكش ما عملش. والله صدق عنده 2009 وتو لا جاي. اي يعني اكيد راك توحشت وتحب تشوف. ثم امك توحش وبوه، انت امك ما توحشكش. تغيب عليها شهرين تقول لك واك. يكلمك بالتليفون؟ يكلم فين؟ ساعات يكلمنا ساعات ماخو طاليانا مسيطر علي. مسيطر علي كيفاش؟ مسيطر علي في كل شيء. يشكيلك راهو يشكيلك، شنو الوضعيه نتاعو؟ الوضعيه ديما الفلوس تحب لها، هي تحب تريقل تحب توا النهارات حلت واحد صالون تاع حجامه يلزم يصرف معاه باش يشري لها الماتريال. مال امك انا ابجر من امك قالت على الاقل يعاونكش يبعث شي فلوس. والله وليدي لا، والله لا يعجبش يقد روحه وبيدو ظروفه مش لك الكل. اذا هو يتفرج فيك توا شنو تنجم شنو تقول له؟ نقول له ربي يسعد طريقه هو وجميع المؤمنين وان شاء الله يروح هكا. نسالك سؤال اخر توا، انت معناتها توا تشجع الشباب انه يحرق؟ لا 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 شنو الحرق؟ هاي اشترك ليها البحر، هاي اشترها مات في البحر والحرق. ما هو يقعد بلاده حتى ياكل خبز وماء ويلقى وين يرقد. غادي كانوا يرقدوا تحت الحيوت وليدي. عاد ما هو في بلاد خير. راهو حكى لك برشا ظروف تاع توانسة. بناويت مش ولاد، بنات. قال لي بناتهم يتبات تحت الحيوت، بياتهم ويه، خواتهم ويه، الرجولية ويه. قولي هو راجل، قول هو راجل ما هو. الرجولية تقصد ما عادش هكا؟ الرجولية قليل، الرجولية قليل الرجال مازالت. شنو يخلي بنته تحرق؟ تو تغادي كتبات تحت الحيط. نحكيو على ولدك مثلا، هو تو ماخو تالياني عنده صغار، شنو وضعه؟ زوز بنات. وانت تتمنى تشوف؟ ان شاء الله. انا مرته مره حبيت نمشي. قالت لي ريكي قريب نقد الاوراق، قالت لي ماما شديت بيت في الاوتيل. قلت لها لا ما باش في الاوتيل، انا مانيش نعرفش اللغه وما باش في الاوتيل. هكا؟ هكا. قلت لها قالت لي خاطر الدار ظريفه ما عطونيش لي سباس باش ترقدي غاد. قلت لها ما باش في الاوتيل، الاوتيل بيت الباهي والخايب. معناها الناس كبار نزلنا نخافوا تو. من عندك حتى تشوف ولاد؟ من عندك حتى تشوف ولاد؟ انا فين في التصاور في الفيسبوك. انت كبرت وكذا ومن بعد تشوف ولاد؟ ذات الطليان. مال انت ضد انه التوانسة ياخذوا؟ لا والله عندي ولد جيران روح خذا تونسيه، انا راه ولد جاري خذا بنت جارتي. وانا قلت له برافو ليك خاطر خذيت تونسيه. قلت له خاطر خذيت تونسيه برافو ليك خير من اللي تاخذ طليانه ولا تاخذ فرنساوي. انت امنيتك تشوف ولاد ولدك؟ ان شاء الله امنيت نشوف حتى ولدي مش ولاد ولدي. ولدي قداش من سنه ما ريتوش؟ 15 16 سنه. أنا تحس واحد شيخ وواحدة امرأة أجنبية مشروع نجم ينجح؟ ترى علي ما ينجحش مشروع، ديما تحب لي يحرق. يقعد في بلاده خير، ياخذ طليان تزيد تركب عليه وتعطي فيه وتبدا تسوق فيه بالعصا. وراقه خذاهم؟ عنده وراقه، أم صاية كل مرة تعمل مشكلة عاوني اعمل لي هو. وتحب الماكلة وتحب المصروف وتحب ايش نحكي لك وليدي. معناها ظروفه صعيبة. ظروفه صعيبة، قلت لك 16 سنة ما ريتوش. اش نقول لك؟ كي تشوف واحد جاي من تالي راك تتذكر. ولدي يعني والعينين يظهر حب يهزني، مش أنا ما حبيش نمشي. علاش؟ عندي جاري مقابلني والله قال لي نهزك ونهزك للبلاد اللي أنت اللي هو فيها ونروج لك عليه. قلت له لا. علاش؟ هو راجل هو يروح لي وشنو نمشي نلوج عليه. أنا متغش عليه؟ لا مانيش متغش عليه، راضي عليهم دنيا واخر. أما الظروف. قال سيد، قالوا علاش تسرق سيد الرئيس؟ قال ظروف سيد الرئيس. السؤال الأخير حاجة، عندك ولادك أخرين لهنا؟ عندي ولايد هنا. ولدي قال لك أنا يجيبوا لي الطيارة قدام الباب ما نمشيش. والله قال يجيبوا لي البط قدام الباب لا نمشي. قال ما نمشيش. قال لا ما نمشيش. قال مين عن الانتخابات حاجة؟ شكون باش تنتخب؟ باش ننتخب قيس سعيد. والله قيس سعيد. الناس الكل تنتخب هو اللي أنقذنا.
كان مشهور أنا مشينا في هاوية باللي هو خير خير من غيره مش انتخب قيس سعيد برشا ما مقدمين رواحهم انت شنو لا قيس سعيد حتى جيراني الكل قلت لهم انتخبوا قيس سعيد اذا جيت اول هنا ناس باني شو تقول له نقول لهم ناس قيس سعيد انتخب ناس كل كان مشهور انا مشينا في هاوية هو انقذنا صلح برشا حاجات هو قدر على غلوش حتى في الحبس ذاك اليهودي ذاك اللي انتخبناه قلنا من الناس تصلي كيف نحن يا اخي يوم طلعوا صريخ حشيف برشا صريخ نحاهم برافو ليه